النبي المصطفى. هنا في تويسير أرسم إشارة إلى المجد واكتب جميل العبارة وهيئ لها من فنون المديح فتويسير للعلم صارت منارة. نبدأ حفل اليوم بتقديم الاعتزاز والتقدير لكافة الحاضرين للسيد رئيس المؤسسة المحترم الأب العطوف والسند القوي لنا جميعا. نرحب ترحيبا خاصا بالسادة رؤساء مصالح المديرية الإقليمية بجرادة، ونرحب بالسيد ممثل السلطة المحلية بتويسيس السيد خليفة الباشا، والسيد رئيس المجلس الجمالي بتويسيت، والسيد رئيس مفوضية الشرطة بتويسيت، والسادة رؤساء المؤسسات التعليمية، وبالسيد جمعية آباء بثانوية القدس التأهيلية، والصحافة الحاضرة معنا. وبالسيد رئيس وأعضاء جمعية الآباء والأمهات بثانوية عمر بن الخطاب الإعدادية وبكافة الأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسة، وآباء وأولياء أمور التلاميذ وجميع التلاميذ المحتفى بهم، نتمنى أن ينال الحفل إعجابكم وتحضرون بوقت مميز معنا. السيد رئيس مصلحة الشؤون القرنية والتواصل، السيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية بالمديرية الإقليمية بجرادة، السيد رئيس مفوض الشرطة بتويسيت، السيد رئيس المجلس الجماعي لبلدية تويسيت، السيد ممثل السلطة المحلية سيد خليفة الباشا، السيد رئيس جمعية الآباء بثانوية القدس التأهيلية، السيد المدير السابق بثانوية عمر بن الخطاب الإعدادية، السيد مدير مدرسة أحمد الناصري، السيد مدير مجموعة مدارس الجبل الجماعاتية، السيد مدير مدرسة مجموعة مدارس تويسيت، السيد مدير مجموعة مدارس ابنة مرت، السيد رئيس جمعية الآباء بثانوية عمر بن الخطاب الإعدادية، أعضاء مكتب جمعية الآباء، السيدات والسادة أعضاء هيئة التدريس، آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ المتفوقين، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحضور الكريم، في هذه الأجواء الشيقة بحضوركم نحتفل بتلاميذتنا المتفوقين والمتميزين خلال الأسلس الأول من هذه السنة الدراسية، والذين حصلوا على معدلات جد مشرفة واحتلوا المراتب الثلاث الأولى في كل مستوى، وكذا التلميذات والتلاميذ الذين صنعوا التميز ورفعوا راية هذه البلدة الغالية عاليا وساهموا في إشعاع المؤسسة وطنيا في مسابقة الروبوتات التي أقيمت بمدينة الرباط، حيث احتلوا لأول مرة على مستوى جهة الشرق المرتبة الأولى، وكذا التلاميذ الذين حصلوا على جائزة أحسن روبوت صديق للبيئة التي أقيمت بجامعة الأخوين بمدينة إفرام، مما يثبت أن المدرسة العمومية لا زالت بخير وقادرة على العطاء والتألق. باسمكم جميعا نهنئ هذه الباقة الجميلة من المتميزين والمبدعين مع أمهاتهم وأبائهم وأولياء أمورهم،
ونعتبر هذا الحدث عربون دعم وتشجيع وتحفيز قصد الاستمرار في التألق. هذا وتجدر الإشارة ولو من باب الاعتراف بالفضل لأهل الفضل الفضيلة أن هذه النتائج السارة التي حققتها بناتنا وأبناؤنا التي سنسعى جاهدين إن شاء الله إلى تحسينها والرفع منها ما كانت ستتحقق لولا الاجتهاد الحديث لبلداتنا ولولا العمل الجبار الذي يبذل بكل إخلاص الطاقم التربوي والإداري لهذه المؤسسة وكذا شركائنا الأفاضل في جمعية الآباء وفي المجلس البلدي على الدعم المادي والمعنوي الذين ما فتئوا يمدونه للمؤسسة خدمة لمصلحة التنميل والتنمية وعلى تعاون الفعال الذي يجسد بحق مفهوم الشراكة والتدبير التشاركي. كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الكبير للمصالح الأمنية المتمثلة في البشرية ورجال الأمن الوطني والدرك الملكي الذين يستحقون منا كل تقدير والاحترام على الجهود التي يبذلونها لضمان أمن المؤسسة وإشاعة الطمأنينة في نفوس كل المنتسبين إليها. شكرا للجميع ولكل من قدم لنا يد العون والمساعدة. لا يفوتني كذلك بهذه المناسبة السعيدة كذلك أن نتقدم بالشكر الجزيل للأساتذة والأستاذات والتلاميذ لما بذلوا من مجهودات جبارة من أجل تنظيم هذا الحفل البسيط. نتمنى التوفيق للجميع وشكرا لكل من حضر ولكل من كان له بصمة في هذه المناسبة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد رئيس المجلس البلدي بتويسيت، السادة الحضور الكريم، اسمحوا لي ما الكلمة، احنا موجدناش كلمات هذا، ولكن هذه المناسبة أننا نتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس المؤسسة على المجهودات المبذولة رفقة طاقمه التربوي من أجل الارتقاء بهذه المؤسسة وجعلها في مصاف المؤسسات المتميزة على مستوى إقليم جرابة. ومع تتويج هذه المؤسسة في المسابقة الوطنية للروبوتات إلا دليل على تفاني ودليل على انخراط هذه المؤسسة خاصة في مجال الإبداع العلمي. هذه المسابقة ذات قيمة علمية مهمة في مجال التربوي على المستوى الوطني، وانخراط هذه المؤسسة في هذا السياق يبين ويؤكد أن هناك طاقات في هذه المؤسسة وفي هذه البلدة. نتمنى لها التوفيق، نتمنى مزيدا من العطاء بالنسبة للمؤسسة. اسمحوا لي ربما أن أشير إلى بعض الهيئات الحاضرة، فالشكر موصول للجميع كل بصفته واسمه، وشكرا لكم على اسمحوا لنا على الكلمة المرتجلة. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. اولا نشكر مدير المؤسسه على هذه المبادره الطيبه، ونشكر جميع الضيوف وجميع الحضور الكريم، رغم اننا لم نوجدناش كلمه نلقيوها، ولكن الحمد لله نتمنى ان شاء الله التوفيق للتلاميذ المتفوقين، وكما تجدر الاشاره ان نشجع وننوه بعض التلاميذ الذين حصلوا على الدكتوراه مثل سعاد الفرح و بنت أخينا العرج وابن بوزيان البشير، ونتمنى لجميع أبنائنا إن شاء الله التفوق في جميع حياتهم إن شاء الله بحول الله. وشكرا للجميع والسلام عليكم. الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا محمد الرحمة المهداة وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين.
أما بعد أيها السيدات والسادة الأفاضل، كل باسمه وصفته، بناتي وأبنائي الأعزاء، أيها الحضور الكريم، نحييكم بتحية من عند الله مباركة طيبة، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الحضور الكريم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فحضوركم شرف لنا ويضفي على حفلنا هذا أنسا وسرورا، فبارك الله في مسعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، اللهم آمين. إنها لمناسبة عظيمة أن نجتمع في هذا اليوم المبارك لتكريم التلميذات والتلاميذ المتفوقين اعترافا للمجهودات القيمة المبذولة من طرفهم واكتسابهم صفة التميز على أقرانهم بالجد والاجتهاد وتبوئهم المراتب الثلاثة الأولى في كل مستوى، بالإضافة إلى تكريم التلاميذ المتميزين وطنيا في مسابقة الربوطات تحت إشراف الأستاذ المقتدر هشام جرمومي أستاذ مادة التكنولوجيا بالمؤسسة. يأتي هذا الحفل استجابة لأهداف تربوية نبيلة تروم تشجيع على الرفع من مستوى التحصيل الدراسي وتحفيز التلميذات والتلاميذ على مزيد العطاء والاجتهاد للرقي بمستواهم الدراسي، وهي مناسبة لتشجيع التميز بوصفه دعامة أساسية لتحسين مردودية منظومة التربية والتكوين وآلية تساعد على تنمية ثقافة الاعتراف والتفوق لدى التلميذات والتلاميذ وزرع دينامية التنافس الشريف والتباري البناء في صفوفهم. وبهذه المناسبة السعيدة تتقدم جمعية أمهات وآباء وأولياء تلميذات وتلاميذ ثانوية عمر بن الخطاب الإعدادية بأسماء عبارات الشكر والتقدير والعرفان لكل الأطر التربوية والإدارية بالمؤسسة، وعلى رأسهم السيد أحمد صويلحة مدير المؤسسة، على المجهودات الجبار المبذولة لجعل المؤسسة نموذجية بامتياز، وحتى تتبوأ بذلك المكان المرموقة بين مؤسسات التربية والتكوين بالإقليم. كما تتقدم الجمعية بأسماء عبارات الشكر والتقدير والعرفان لمجلس جماعة تويسيت على الدعم المستمر للجمعية حتى تقوم بدورها المنوط بها داخل المؤسسة. كما تتقدم الجمعية بأسماء عبارات الشكر والتقدير والعرفان لكل القائمين على الشكل التربوي الذين يسهرون على دعم التمدرس وإعطائه دينامية جديدة وإيجاد البنية التحتية المناسبة داخل المؤسسات التربوية انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية، دون أن ننسى القائمين على توفير وتهيئ الظروف الأمنية والصحية الملائمة للتلميذات والتلاميذ داخل المؤسسة والمرافق التابعة لها لتمكينهم من التحصيل الجيد والتمدرس في صحة وأمن وأمان. وفي الأخير نتقدم بالشكر الجزيل لكل القائمين على هذا الحفل المتميز وكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاحه. نطلب من العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويوفق جميع بناتنا وبناتنا للنجاح في حياتهم الدراسية والحصول على مناصب مشرفة خدمة لهذا الوطن الحبيب، وأن يعيد علينا مثل هذه المناسبات السعيدة، والكل في صحة وأمن وأمان واستقرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله تأهلنا ومشاو جوج أعضاء من الفريق مثلوا ليكيب ديالنا في جامعة الأخوين في مدينة سفران، والحمد لله روبو حاز على أحسن روبو صديق للبيئة، وذلك بفضل التوجيهات والنصائح اللي كنا كنتلقاوها من
المشرف المؤطر الاستاذ هشام الجرمومي، وكذلك المجهودات اللي كانت من طرف الفريق والدعم اللي تلقيناه من اطر الاداره التربويه، وما ننساوش التحفيزات اللي كنا كنتلقاوها من عند اباء واولياء الامور ديالنا اللي كنوجه لهم خالص تحياتي من هذا المنبر. وكنتمناو هذا النجاح يكون كبدايه او تمهيد المزيد من النجاحات مستقبلا. كنشكركم على حسن الانتباه ديالكم. الان غادي نخليكم مع هادو كتحديات اللي كنت ديجا هضرت لكم عليهم. كاين خمسه ديال اربعه ديال التحديات. التحدي الاول هو خطوط متقطعه، والتحدي الثاني زاويه قائمه، والتحدي الثالث عباره عن معرج. هذا هو المسار اللي كان عليه يتبعه باش يوصل للهدف اللي هو الكرات. كان عليه يتبع هذوك الخطوط باش يوصل للكرات ويرجع مع المسار باش يوصل للمدخل ديال العش. كما كتشوفوا هذا هو الروبو اللي قلت لكم خدمناه. ونحن جد سعداء بهذا الانجاز، ونتمنى يكون كبدايه او تمهيد للمزيد من النجاحات مستقبلا ان شاء الله. المجهودات
التي أدت إلى هذه النتيجة، الحصول على الرتبة الأولى وطنيا في مسابقة الروبوتات، والسنة من قبل المرتبة الثالثة كذلك. فلا يسعنا إلا أن نكرم هؤلاء الأبطال، أبطال المؤسسة وأبطال البلدة وأبطال الإقليم. وتحضرني يعني مقولة: يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. بلدة ليسيت تنتج أو تعطينا يعني نموذج وإنجاز يعني هذا يعني مفخرا لنا جميعا، ولنؤمن أشد الإيمان بأن هناك طاقات يجب تشجيعها، طاقات ممكن أن تكون مفخرة كذلك لنا حتى على الصعيد الدولي. إذن نبدأ في عملية توزيع جوائز على هذا الفريق، ونبدأ بالجوائز التي أتتنا من المديرية، مديرية الجرادة، ونبدأ بالأستاذ جرمومي، ويقدم الجائزة السيد رئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه. الأستاذ الجرمومي، هنيئا لك يا أستاذ، ومزيد من التألق. أنادي على التلميذة أميمة وولي الأمر ديالها مشكور، ويسلم الجائزة السيد رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل بالمديرية. الجائزة الموالية للتلميذة وئام بوبي، ويقدم الجائزة السيد رئيس مصلحة التربوية بالمديرية. مشكورا. ولي الأمر بها كذلك. والجوائز المخصصة لهؤلاء التلاميذ وكذلك الأستاذ من مؤسسة عمر بن الخطاب بأدويسيت، ودائما ننادي على التلميذة أميمة الطاقي. ويسلم الجائزة السيد ممثل السلطة المحلية خلفة الباشا. شكرا. ننادي على التلميذة وئام محبوبي، ويسلم الجائزة السيد رئيس المجلس البلدي. مشكور. Thank you.
الجائزة للتلميذ يوسف غطا والذي على وجه كذلك، ويسلم الجائزة السيد رئيس مفوضية الشرطة. مشكورا. وننادي على الفريق الذي فاز يعني قبل الدورة السابقة في الحاصل على المرتبة الثالثة بمدينة إفران أو بجامعة الأخوين، ننادي على التلميذ محمد بن الوليد، ويقدم الجائزة السيد مدير ثانوية عمر بن الخطاب سابقا الأستاذ زيدين. إذا العودة إلى المؤسسة بصفة غير رسمية. شرفية. أهلا ومرحبا. التلميذة قايمة بالربا مع ولي أمرها، وننادي على السيد رئيس جمعية أبوية التلاميذ السيد بشخاش. ينادي على التلميذة إسراء هطوطي، وينادي كذلك على السيد رئيس جمعية آباء أولياء التلاميذ بثانوية القدس. مشكورا. ينادي على التلميذة مريم الرملي مع ولي أمرها. مشكورا. ويسلم الجائزة السيد مدير مؤسسة أحمد الناصري. فليتفضل. مشكورا. ننادي على الأستاذ المخترع أستاذ جرمومي، حق أمر سلمها له، ذاك الروبو هو اللي سلمها له، يدير واحد العودة للروبو ديالو، ولكن كما مع مالك هزيت الروبو ديتو ما كاين إشكال، ولكن عندنا واحد الروبو اللي تبارك الله عليه، ما يعني ماشي آلي وجسماني متألق كذلك، نخص بالذكر رئيس مؤسسة عمر بن الخطاب سي عباد سمنها. ها
هنيئا لك أستاذ، ونتمنى لك إن شاء الله مسيرة موفقة في هذا الميدان، ونتمنى كذلك أن يسيع نورك إن شاء الله على الصعيد الوطني أكثر، ولما لا في أحد الأيام إن شاء الله على الصعيد الوطني، ونرى رايتنا خفاقة في المحافل الدولية بحول الله وما دامت على الله العزيز. المشرف على هذا الحفل شمال مستواز أستاذ السرحاني، أستاذ مشرف على هذا الحفل، مرحبا بك، نقدمك الحضور الكريم. ولكن أستاذ اللغة العربية، ولكن الإسبانية لو سابو كي أبلان بينا نيغو إسبانيول كي باسا. يعني أنا اللغة، ولكن أعتقد اللغة الإنجليزية. أستاذ شهرزاد، لنا واحد مرضية لانينغو إسبانيول فافور. شكرا أستاذ سرحاني، محبتك شاعر مؤسسة وشاعر إقليم تويسيت. إذن مع عملية توزيع الجوائز على التلاميذ المتفوقين خلال الأسبوع الأول من السنة الدراسية الجارية، والملاحظ هذه السنة يعني بتالية، يعني بالنسبة منذ أن خلقت هذه المؤسسة لأول مرة، يعني معدل يعني تبارك الله يعني تتشرف به بلدة تويسيت وكذلك إقليم جرادة، بس نوصلوا لمعدل 19.49 تبارك الله. يعني إذا قمنا إشعاع مؤسسة عمر بن الخطاب وإشعاع بلدة تويسيت وإشعاع إقليم ومديرية جرادة، نقولها بفخر واعتزاز على الصعيد الوطني. إذن مع عملية توزيع الجوائز على هؤلاء التلميذات والتلاميذ الفائزين بالمراتب الثلاثة الأولى في كل مستوى، ننادي على التلميذة إسماعيلي أحلام مستوى الأولى، وننادي على السيد مدير مجموعة مدارس سيدي جابر لتسليم الجائزة مع ولي الأمر ديالها. هذه التلميذة التي فازت بمعدل 19.49 إذن الشهادة المتواصلة لهذه التلميذة إن شاء الله، ونتمنى لها بالتوفيق والنجاح حتى تكون إن شاء الله من الأطر العليا على الصعيد الوطني بحول الله. المرتبة الثانية برحاوي آية، تفضل مع ولي أمرها، ننادي على مدير مجموعة مدارس ميسي. وقد حصلت على معدل كذلك مشرف 18.65. ننادي على التلميذة ميساوي سلمى، ويسلم الجائزة السيد مدير مجموعة مدارس ابن تمارت.
وهي كذلك فازت بمعدل تنقاص 0.35. إذن معدلات يعني تشرف، إن شاء الله ستكون من العالمات إن شاء الله بحول الله. نمر إلى المستوى الثاني وننادي سنة ثانية إعدادي، ننادي على التلميذ إسماعيلي أيوب ويسلم الجائزة مدير إعدادية الأمل. إذن ننادي على الأستاذ سي بوفتشا قيدو مؤسسة عمر بن الخطاب فليتفضل مشكورا أستاذ مادة الرياضيات. والتلميذ حصل على معدل 17.48. هنيئا له. ورف المسلوخ ترى رياضي أروح شاركت؟ شاركت؟ تأهلت؟ إذن في الوقت رأى يعني قدم وقلم جمع بين الاثنين. قد شارك يوم الأربعاء في البطولة الجهوية بمدينة جرادة في ألعاب القوى وتمكن من التأهل إلى البطولة الجهوية التي ستقام بمدينة بركان يوم 28 من هذا الشهر. والاختصاص جري السرعة والقفز الطولي. نمثل بلدة ليسيت وإقليم ومديرية جرادة ونتمنى له التوفيق. أيها البطل ننادي على التلميذ الرافعي تلميذ الرافع إيمان وتسلم الجائزة الأستاذة مشهور. أهلا ومرحبا بك قيدوم المؤسسة كذلك أستاذة مادة التربية الإسلامية بعد لك يوم الجمعة شدني شد. حصلت على المعدل 17.14. ننادي على التلميذة المصري فايزة ويقدم الجائزة أحد الضيوف أستاذ اللغة الفرنسية القادم من الثانوية سي نجيب الحكمي. أساتذة الأكفاء أصحاب اللغة مرحبا بك. المشرفة الثقة. والتلميذة حصلت على معدل 15.96. ونمر لثالثة إعدادي و الفائزة بالرتبة الأولى كمثيلتها بالمستوى الأول وحاصلة كذلك على 19.13. إنها 19 ما جاتش بالصدفة الأولى، راه كانت 19 واحدة أخرى، يعني المسألة راها مجدرة. ننادي على التلميذة حماني أمين. أولي أمريا ولا متينا نتمنى ربي زعما كنتمنى في العمر نشوفكم شنو غادي تولي إن شاء الله. والله أنا نتمنى ونشوفها شنو إن شاء الله واش غادي على من غادي تحصل شنو افتخر بك وسوف نشاهد بك على الشاشة. ويقدم الجائزة الأستاذ فاصل مرحبا بك.
توحد قيد المؤسسة رسالة مادة اجتماعية. ينادي على التلميذ نعيم طلال ويقدم الجائزة على الحراس بالداخلية. السلام عليكم. والحاصل المعدل 18.8. وآخر جائزة التلميذة زكوري ياسمينة. زكوري ياسمين. زكوري ياسمين. أهلا. ويتقدم السيد حارس العام للخارجية السيد الزغلي. وننادي كذلك على السيد المؤمني أستاذ حسن تويجي عندنا هنايا راه زارنا راه كان أستاذ التربية البدنية بالمؤسسة. والسيد كذلك المقتصد تقاعد هذا العام غاب علينا. السيد المقتصد مرحبا. والحاصلة على معدل 18. أوطان لكن الله قد اختار حب الأوطان من الإيمان إن لا نعلن أسرار وقتها
Thank you.